مساء الفل عليكم. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنتكلم عن الاخراج وعن الانتاج الفني بشكل عام وعن صناعة المحتوى الاعلامي بشكل عام. طبعا انا لما جيت افكر انه هو اول فيديو يتعمل في السلسلة دي يبقى المفروض عن ايه، قلت لازم يبدأ من البداية. الموضوع بيبدأ من الموضوع دايما بيبدأ من فكرة. لازم الاول يكون عندك فكرة، الفكرة دي تكون ليها بداية وعقدة اللي هي وسط يعني ونهاية. طول ما عندك الفكرة وطول ما عندك الموضوع الاساسي اللي انت تتكلم فيه بيبقى سهل عليك بعد كده تاخد الخطوات الاساسية. طالما الفكرة حلوة مكتوبة كويس وشرحة نفسها وتحس ان هي شدة كده وفيها فك يعني فيها حاجة غريبة، بيبدأ هنا مرحلة السيناريست. وعشان كده تعتبر المرحلة الأولى المهمة دايما هي السيناريو. علشان كده بتلاقي دايما الأفلام كلمة السيناريو والحوار دي كلمة مهمة أو تايتل مهم في الصناعة. السيناريو وظيفته بقى إنه بياخد الفكرة الحلوة دي ويصيغها للناس بشكل درامي وفي تسلسل أحداث وفي شخصيات وفي مكان، يعني بيقدر يخلي الفكرة دي عندها زمان ومكان وأحداث، وبالتالي انت خلاص قدرت تحط من الفكرة العامة الزمان بتاع الفكرة دي مناسب ليه امتى، المكان بتاعه هيبقى فين وفين وفين وفين، الأحداث تسلسلها عامل ازاي، والخطوة بقى المهمة هنا بتيجي خطوة بناء الشخصيات بقى اللي هو انا خلاص خلصت وكتبت بناء على كاركترز. يعني انا عارف ان عندي شخصيات خلال الحدث الدرامي ده او الفيلم السينما او ايا كان، يعني او حتى لو كان فيلم وثائقي بيبدا السيناريست ياخد الشخصيه واول حاجه بيعملها ان بيبني لها تاريخ، بيبني لها حكايه، بيبني لها سي في، شكله تعليمه ملامحه لبسه تفكيره، يعني وصف كامل عن الشخصية بتاريخها، لأنه ده بيفرق كتير جدا في حاجتين. تسلسل أحداث السيناريو كلها مبنية على إن طريقة الشخصية دي إزاي، فدايما السيناريست بيفكر طب هو الشخص مثلا العصبي في الموقف ده هيعمل إيه، وهو أساسا الكاركتر شخصيته عصبية فهيتصرف إزاي، أكيد مش هيتصرف زي ما شخص تاني عنده صفة تانية غير كده. وبدأت تعمل بقى البناء الدرامي، ودي صنعة وحرفة عند السيناريست. يعني اللي بيفرق سيناريست عن التاني هي الحرفة والصنعة. ففكرة البناء الدرامي او النسق الدرامي زي ما بيقولوها دي بقى من الخطوات او من المراحل الصعبة جدا، لانه لو اختل التوازن او التسلسل الدرامي في الاحداث هتلاقي القصة وانت بتتفرج عليها فيها حاجة غلط، تحس كده انك مش مرتاح. الفن مش لازم تكون درسه، يعني هو الفن الاساس بتاعه انك تكون بتحبه، حبيته وعرفت انت بتحب ايه بالظبط في الفن تبدأ تدرسه. لانه الفن ما ينفعش اقولك انا هعلمك تصوير، انا هعلمك مزيكا، انا هعلمك اخراج، انا هعلمك كتابة سيناريو، مش هينفع. هي حاجة جواك انت بتحبها فبتبدأ تنميها عشان يبقى عندك خلفية كويسة عنها وعندك فكرة انت بتعمل ايه بالظبط، وحجم اللي انت بتعمله ده قد ايه مهم، يعني قد ايه ده كارثة، يعني ممكن يغير فكر اجيال بطريق، ممكن تعمل عمل تغير بيه جيل. المثال القوي بقى في انك تعمل عمل تأثر على جيل كامل فيلم الكيف. فيلم الكيف ده فيلم انتاجه اعتقد كان في الثمانينات، فترة اللي هي كانت بتسمى الانفتاح الاقتصادي يعني، وكان بيتكلم عن انه الزمن ده اتغير وان بقت الناس اللي شغالة او اللي بتعمل اي كلام مزيكا او اي كلام كده وبتاع هم دول اللي هيسيطروا وهم دول اللي هينجحوا وهم دول معهم فلوس، وانه الناس التانية بقى المثقفة المتعلمة الدكتور عالم مهندس ايا كان فنان حتى هتلاقيه لا ملوش دور يعني في المجتمع قوي، هو هيبقى الناحية التانية. بس لما تكتشف ان فيلم الكيف ده اوريدي فسر فترة زمنية في مصر مهمة، واعتقد ان مفيش حد فينا مش حافظ فيلم الكيف كسيناريو او كحوار او كشخصيات. ليه؟ لان الفيلم الكيف ده اتبنى من اول شخصياته لزمانه لمكانه
بالظبط كده زي ما الكتب والخبرات بتقول. يعني اللي عايز يتعلم سيناريو يتفرج على فيلم الكيف، مش بكونسبت انك مشاهد وداخل تضحك او داخل تفهم، اتفرج على فيلم الكيف من منظور علمي. اعرف بدأ بالاغنية ليه، واعرف الحوار اللي دار بين محمود عبد العزيز وبين يحيى الفخراني دار كده ليه، وسواق التاكسي قال كده ليه. هتلاقي انك لما هتركز في المشهد الاولاني ده، وانا يعني اعتقد كلكم فاكرينه، يعني انا بوصف المشهد اهو، هو ده تقريبا كان السيناريو، وصف المشهد انه ده هيبقى عامل ازاي. الخطوة اللي بعد الليلة الكبيرة قوي اللي حصلت دي، الفكرة والسيناريو والحوار، واللي غالبا مرحلة السيناريو والحوار ممكن المخرج يشارك فيها حتى ولو بالحضور، يعني ممكن ما يبقاش له رأي قوي في السيناريو والحوار إلا بعد ما بيخلص خالص، بيقراه وبيبدأ يقول وجهة نظره. لكن أثناء السيناريو والحوار لو في تكامل كويس بين المخرج والسيناريست بيبقى الموضوع عظيم جدا، لأن الاتنين بيحطوا رؤية متكاملة بقى. لأن المخرج دوره إنه بعد ما بياخد الورق اللي هو السيناريو والحوار، أول حاجة بيعملها على طول إنه بيبدأ يفكر هو هيترجم ده صورة وممثلين وأداء ولوكيشن ومزيكا ومونتاج وإضاءة، يعني إزاي هيقدر يفسر كل ده صح. بيبدأ بقى مرحلة التقطيع وغيره وغيره وغيره، ودي هنقولها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. أنا بحاول أكون موضوع بشرحه ببساطة علشان اللي حابب الموضوع بجد يفهم إن الموضوع دراسة مهمة جدا، دراسة مهمة جدا. لكن قبل ما أقول لك إن الدراسة مهمة جدا، أنت أهم. لو أنت فعلا حاسس إن عندك ملكة التخيل وملكة بناء الشخصيات وملكة بناء الأحداث والوصف، يبقى انت بتفهم سيناريو او انت بتحب السيناريو، بس انت مش عارف، فلازم تروح تدرس السيناريو. ممكن تروح قصر ثقافة السينما لو انت عديت السن يعني على انك تدخل معهد السينما، او ممكن تدخل معهد السينما اكاديمية الفنون وهتستفيد جدا. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم بشكل برضو بسيط عن ايه الخطوة اللي بتتم بعد السيناريو والحوار.